مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض سوفلي الفاني. المقادير: كوباية ونص من لبن الحليب، 6 معالق كبار سكر، 3 معالق دقيق، 3 معالق زبدة، 6 بيضات، ومعلقة ونص من الفانيليا. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. المقدار اللي احنا قلناه ده يكفي من 5 ل6 من طبق الريميكان اللي بتدخل الفرن. اول حاجة عشان نبتدي نعمل السوفلي، بناخد الريميكان اللي احنا هنحط فيه السوفلي وبندهنه بالزبدة بحرارة الغرفة، بندهنه كويس جدا جدا من جوه. بعد كده باخد شوية من السكر واحطه جوه الريميكان واوزعه على كل الطبق وافضي منه زيادة. كده خلاص الاطباق جهزت عشان نحط فيها السوفلي. في كسرونة على البوتاجاز حطيت 3 معالق من الزبدة، واحط عليهم 3 معالق من الدقيق، وهسيبهم لما ياخدوا لون. اول ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح هشيلهم من على البوتاجاز، وهضيف الكوباية ونص من اللبن مع التقليب المستمر. اللبن انا مدفياه شوية، يعني اللبن دافي، وهرجعهم تاني على البوتاجاز مع التقليب المستمر لغاية لما يدخن الصوص الابيض. زي ما احنا شايفين الصوص ابتدى يدخن اهو، هشيله من على البوتاجاز ونعمل الخطوة اللي وراها. ابتدى الصوص الابيض يبرد حاجة بسيطة، هضيف دلوقتي عليهم صفار البيض مع التقليب المستمر طبعا. هضيف دلوقتي الفانيليا، هنقل الصوص الابيض مع صفار البيض جوه بولة بإزاز عشان يبرد بسهولة. هبتدي دلوقتي اضرب بياض البيض لغاية لما يتضاعف حجمه. هضيف السكر بالتدريج. كده خلاص خلصنا ضرب بياض البيض. دلوقتي هنبتدي نعمل الخطوة الأخيرة، ان احنا ناخد شوية من بياض البيض ونحطه على الصفار ونقلب بالراحة عشان الفوم بتاعة البياض البيض ما يروحش. ناخد تاني. دلوقتي هنقلهم كلهم على بياض البيض. دلوقتي هنبتدي نحط الخليط في الريميكان اللي احنا محضرينه قبل كده. علشان يطلعوا مظبوطين لازم نسويهم من الحرف بتاعهم. دلوقتي انا ظابطه فرن البوتاجاز على 395، وهيقعدوا تقريبا ما بين 12 ل15 دقيقه عقبال ما تستوي، وهنرجع لما تستوي نشوف هيبقى شكلها ازاي. طلع السوفليه من الفرن وقعد تقريبا 15 دقيقه على درجه حراره 395. لما بيطلع بنحط على الوش شويه سكر بودره، وبيبقى طعمه جميل جدا جدا وخفيف جدا. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.